الفيديو ده ليك انت يا برو. ايوه انت اللي عايز تقول لي ان السخاله تكسبكم، بس خايف تقول لي عشان انا مصري فخايف تحرجني. الفيديو ده ليك انت يا برو اللي متوقع ان مالي هتكسب تونس. الفيديو ده ليك انت اللي شايف ان الجزائر ما عرفتش تكسب الكاميرون قبل كده. الفيديو ده برضه ليك انت مغربي وشايف ان المنتخب بتاعك هيلوش، قول رايك يا برو. الفيديو ده فيديو توقعات بالصلاه على النبي، كل واحد يطلع اللي في بطنه ولا مؤاخذه يعني مش هنوديها هنا جامعة الدول العربية، احنا جايين هنا بنتكلم على رأينا في مباريات كورة. ايه توقعك للماتشات بتاع الأربعة العرب في تصفيات كأس العالم؟ انت متوقع ايه؟ أنا عن نفسي متوقع السنغال، متوقع الجزائر، متوقع المغرب، متوقع مالي. انت بقى متوقع ايه؟ قول رأيك في الكومنتات، ما تخافش حد هيشتمك، ما يشتمك، المهم قلت رأيك بس. مش مطالب منك انك تنافق ولا مطالب منك انك تطبل، مطالب منك تكتب وجهة نظرك الكروية، انت متوقع مين هيوصل ومتوقع مين هيخيش، لا اكتر ولا اقل. مش عايزين نجامل بعض، الفيديو ده مش عايزين نجامل فيه بعض، كل واحد يكون على حريته، قول فيه اللي انت عايز تقوله، جاب مشاهدات ما جابش مشاهدات، جاب مشتركين ما جابش مشتركين، المهم ان الناس اللي عندي هنا في القناة وهيشوفوا الفيديو يقولوا اللي في بطنهم من غير اي خوف، لا اكتر ولا اقل. نشيل يابا موضوع العروبه على جنب ونتكلم في موضوع الكره على جنب. توقعاتك ايه لا اكثر ولا اقل؟ لو عجبك الفيديو بقى اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو وشايف ان انا بحد على الكراهيه فكان الله في العون.